إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن قصوتنا كتاب الرسول من علم الأصول يشرح سيد تقريب الحصول وعن قارهان كدحجنا التعارض قال المصنف مصنف كمحمد بن صالح العثيمين وحيري القسم قسمك قسمك الثاني أول لبيري أن يكون التعارض تعارضك وإن النقض بين خاصين لبيت دليل خاصة بحدود فله نوع أسوحة وصغنا ذي أربع حالات أفر حالة أيضا غشة وحويان تعارضك مروحو كي ما كرم حيهات لبا عام وكسو قدبني مرنا لبا قاس حد ديرن تاقينا لبا كرنا نوهر تأفر تاسو أهاي القسم قسمك قسمك الثاني أول لبيه أن يكون التعارض تعارضك وإنه كدعو أهاده بين خاصين لبا قاس بحدود فله وحا أصغنا ذي فله وحا أصغنا ذي نوعاس أربع حالات أفر حالة أيضا نغشي الأول كروبه الرئي أن يمكن وإن صورتقله أن يمكن وإن صورتقله الجمع إلا جمعي بينهما لبدا قاس بحدود فيجب الجمع جمعين واجبين طريقة كوبات لبدا قاسة استعارضان لغب دحو تعارضك وإلا جمعي هذا صورتقله مثاله مثال الجمع جمع انت مثال كذي حديث جابر وحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي نبيك حج كيسة صفة دي سريح يسحاره هذا حديثك صلى الله عليه وسلم أن النبي نبيك صلى الله عليه وسلم صلى واتو كذي الظهر صلاة الظهر يوم النحر ما لن تطبنات بمكة كتو كذي سأسولي وحديث صحيح مسلم كبيرا لك ما لن تطبنات ايو نبي وحجينا ايه صلاة الظهر مكة كتو كذي وقاس النقطة ونبيك وحل لك هذا ما لن تنوى هل ما لن صلاتنا وهل صلاه وهو خاص سو ما جيدي ما كونه كتب كده الى حديث كاش كصوتك اي حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ظهر كي و هو كتب كده مالنت يوم النحر بمن منو كتب كده فيري ها ومالنت توبنا وانا النبي صلاتنا وظهر منو كتب كده اساس صحيح مسلم كيال كتره ساس اللي بده الموضوع مرك لازم إلا جمعية المرض واحد جمعية وكنا فيجمعوا وحلقوا جمعنا بينهم اللي بدأ حديث بأنه نبيه صلاها دور كواتو كذي بمكة كسوتو كذي مرك يهوري إلا الضواف هو هذا يسعيه ضواف يسعيه هو قال ولي بأسك الضواف اللي قرب مرك الضواف كي هو آذي نبيه صلى الله عليه وسلم ولما خرج مركو النبي صبح الى من مركو صبح او من يمد اعادها وسعلي دوركي بمن مع من ضد اي لا سعلي فيها مكه كسغان او من اسحب اسحبتي صح مركه فيري بمن ضد اي لا سعلي فيها في من كسغان من او من اسحب النبي اسحبتي صح فيري مركه النبي صلى الله عليه وسلم مركي مانكي توبنا وجمردي توقتي او خولي قلي او تنتي خيرتي او مكه اديس او سو دوافو مركو دوافاي صلاه waxay ugu gashay مكه دوكيو كسو تكدي وا صلاه تبتي حجيدي مقتي قايبا ميل جوقتا مركاس مركو مينييميد و هو ييميد صحاباتي سي قايب كميدا او جوغان ولي دوكي توكد رسولك الله وا كسوين مركاس توجي لبا رق توجينا لبا رق اسا ما حيو نكونه سنه ايغا من حيو نكونه فرضك دور خلاص ساسا لغو جمعنا الثاني وجه كلابات لابا خاص استعارض داي حالة دالابات فيري حال كلابات فإن لم يمكن هدوسا سورتا قلين الجمع إلا جمعية لابات دليل فالثاني دليل كلابات يهدي تاريخ دلوغا يدو ناسقون أساقا نساقا وقرما مركو ناسق نقونا إن علم التاريخ هدي تاريخ لوغا يدو فإن لم يمكن هدوسا سورتا قلين الجمع جمعين فالثاني هدي دليل كلابات الناسق النسقة كان هوري وقرما هده مركة النسقة إن علم التاريخ وهذه التاريخ اللي أقاده مثاله نسقه مثال كيسي قوله وإلهي قول كيسي تعالى إله واصر رياه إله أويري يا أيها النبي النبي كانت نبي محمد إله الله
صلى الله عليه وسلم إن أنك أحللنا لك وأنكو حلاليني أزواجك حاسسك التي حاسسك أتي تعصيدي أجورهن مهريالك وما كوين وان حلاليني ملكت أي ملكي يميرك بدكتاد وعضو مضيئة ومما شيء أفا الله إله سوء إليي عليك كوركاك أكو سوء إليي أو قالتك سوء إليي وحن كلو كو حلاليني وبنات عمك أديره أدير أديرك قبضها أوضالي ويدقور سكرتا وبنات عماتك وحوي وبنات عماتك دوينك قبضها أيضالينا وحن كو حلاليني ويدقور سكرتا إلى آخر الآية مركة آية صحيح تسيدا إلهي إن او حلالي ينبي قبضها سكر قبضها أدير كيس للاي كو دوين كيس للاين كو هبر يرتيس لاشي كو أبتيال كيس للاي كل نو قبضها سكر حلالوتا ساسي تسي إيه وقوله إلهي قول كيسة إلهي إلي الله يحل لك حلالك ومعها نبقى صبانه النساء الدمى من بعد ما تقدم انت هر مرتبط ورأي قول ستكدر حلالك ومعها ولا أن تبدل إن تبدل قادتان حلالك ومعها بهن كوة أتحدى غبته من أزواج زوجين أتكو بدلته ولو أعجبك هبكو أعجب قريه عسمهن كوة صغرح يهده حتى ميت قروح فضان هدى دركته كوة يهره انت ميت سيدة يهده كوة بدلك يهده آيات ضمن حيثو سيدة إن إيسان حلال وهين المرق اللقاء حرمي دومرك ومركز قبين ماهاني كوة كلاهم سوء بورسده مركب اسكاري ماهاني حق ظاهر فالثانية آيات دان لبايدا ناسقة آيات دان نساق يدليل له آيات دي هوري على أحد الأقوال أقواش التفسير كهو كتير تميت كميدا حدان قبنوا حدان قبن أقوال بدان آيات دي كتير تي ماركو روالي حلالي إلو قرسي كرو ماركي دمالي إنت هاد بهايدو ماذا سيكت أيها نمي بدلي كرت محايا لك بقيمة بدان يا هايين إلهي الرسول دورت أيام دارت آخر ماركا إلا كرامي أولا إلا لك مدى بقرسي كرو وي استاهلي الثالث حالك صدحية وهذا لنا الدليل والله خاصة استعارضان لولا بقمو الثالث فإن لم يمكن هدوسا سورتجلين النسخ النسخ عملا وحلقوا نقمة لقوا عمل فلا بالراجح دليل كالراجحة وقرم إن كان هدو هذا هناك هالكاس مرجح دليل وحرجحة لما رأى يسكرجحين كان الراجحة قفل بواكراه مثال ترجيح مثال كيسي حديث ميمونة وميمونة بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كأي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ميمونة نبي قرسدي والحال قرسدي هو النبي حلال وحلالية ميمونة نبي مركو قرسدي حلالها حلال وحلالها قفك حج يا عمره مركا يسانو حرنين حتى أنك حلالا قفك مركو حج يا عمره حتى نحلالها محرم marka goormu guursaday nabigu maymuna ma muhrimu ama si halaal waha halaal asagoo guursaday ay tir maymuna iyo hadith ibn abbas hadithka abdullah ibn abbas anna nabiyya nabiga sallallahu alayhi wasallam tazawwaja maymuna wa guursaday wal hal huwa nabigu muhrimun u yahay tiri wuxuu waa maymuna kaliye hal mar uu guursaday maymuna waxa leeyahay nabigu halaal ay guursaday abdullah ibn abbas wuxuu leeyahay asagoo muhrimu guursaday سوف محرمة وقوسه بخاري مسلم كي يلا حديث عبدالله بن عباس كان كلام مسلم كي يلا واستعارضين مركا شكل عنوي إنه استعارضين شكل عنوي إنه استعارضين هيه ولا كلا رجحة مركا متك مسلم كي يلا لرجحة أساق أنا كل رجح سنتك بخاري مسلم كي يلا مانت فيري فالراجح كان راجحة الأول هو متك هرية محال يقول رجحة واكنا لأن ميمونة صاحبة القصة arin tamid oo saxayka way dhacdadu qofkay qusayday ila waa gabadhii la guursaday ha arintu si gaar ah ayay u qusayda fahiya ayada adra u ogaal badan biha qisada qisadu madama ayada ku taaluqdo ayada abdullahi uga ogaal badan ayada uga ogaal badan sheekana wuxuu dhii jiray nina waxa uu yiri xidiga qubad ma maqashort ha bisoo iska xidiga qubad qubasho ma xidigu markay soo daateen weegas ma maqashay weegi xidigu soo daateen markaas uu ragay ku qubatan ba kamid ayuu ragay ku ku soo daatay aan ba ku jiray adoo waxay ka joogtay xidiga qubad ma maqash ha ragay ku qubteen ay ku soo dul degeen ba kamid ayuu marka ma u sinay fiiri ninkay ka joogto xidiga qubad ma maqash mid ka joog iyo ninkay ku soo dul daatay ma sinay macnaha waa mesela mahma wax lagu fahamsiyo dad marka abdullah ibn abbas oo leeyahay nabiga muhrimaha guursaday ayuu waxa leeyahay aniga ay qof kale guursaday samahan xalaal ah ayada uu ogaal badan markaa way tan
كل تاس والجورة جحا طلبات الجورة جحا متكلم ولأن حديثه حديث كذا مؤيد واحد الجورة جينا بحديث أبي حاف ومتكلم الجورة جحا أبي حديث طلبات الله الجورة هل حديث إلا بحديث مسلح وقبي مايا حديث كابر رافع رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ميمونة وبوسدير أبو رافع والحال هو النبي وحلال حلال أويه متصدح هذا ولبا قال وحير أبو رافع وكنت أنا أها الرسول أرجع بينهما النبي يا ميمونة وكذا كذا ها أنا بقول حي أرجع يا النبي قدر صديق في أسلمك حجاره هيا صمة وقال بدن عبد الله سوما جديد أنا بأرجع كأها يا النبي قدر صديق صلى الله عليه وسلم عليه الرابع حالات أفريدة أو يلكر اللبات دليل استعرطوا اللبات قاسة فإن لم يوجد هدان لهلي مرجح مد وحرجح وجب وحواجب التوقف اللي جوكسده ولا يوجد اللور هلي ما لو توقفك مثال مثال مثالك صحيح صحيح أشرح هذا محل التعارض إسكهرمات تعارض كاسو بين النصين اللبات نصلح يوضع هذا لبعض النص خاصين أو خاصة له التعارض كاسي يسوغنا بين أربع حالات حالوين أفرع حالات كاسو على الترتيب ترتيب كوركيسا هذي وذلك سنة مثل التعارض تعارض كيو كلوي تعارض كاسو بين النصين لبعض النص بحدود هذي لبعض النص عامين أو لبعض عام وحوين تعارض كا لبعض النص أو خاصة كبحدعا وحوين أفر حالو لي هاي أو تعارض كاس لغا بحو صدحنا واللغا بحا كان كلان أول مركي قفكو كاسب رسيدو يري لها أفر تحالو وترتيب نتكادون تمري ميديد واكلا هرية واكلا هرية وحينا لمديهن أفر تحالو أفر تحالو أولا بدليل عام هدا يستعارضان لمري كريوي نفس الدريق يوكلوي نفس الدريق وي التعارض التعارض تعارض كاسو بين النصين لبن نص دحدود اهادي لبن النص وخاصين لبن خاص لو تعارض كاسو يسونا بين اربع حالات حالوين افر حالوين كاسو حالات كاسو على ترتيب ترتيب كركيس اهادي وذلك سنة مثل التعارض اسكاريمات كي ايو لمدي هاي تعارض كاسو بين النصين لبن نص دحدود اهادي لبن النص عامين او عام وهي حالات كي الأول أن يمكن وإن صورتابه الجمع جمع بينهما لماذا الدليل أو خاص كالله جمعيه فيجب جمع وواجبيه مربا هدو صورته قريه وواجب دريق كلمة بنانا سبح ذا دريق وكلمة بنانا محايلة لأن فيه جمع عملا كردق مدى كسوغا بهما لماذا الدليل لكردق مو وهو عملك أنا أولى كحق نمبضا من تركهما اللبادة إن لقدتك وتوقف إلاه توقفك والله بدي بقول لك تيجي إن لا بد بقول لك أتغو أو تك حد ما أميت كل لك أتغو ميت لك أتغو أنا وترجيح مركا أسرع أيك الرجع سان هديه لا يراه ميت على النسقاي لو ميت لك تيجي عمل كيس يسمها هديه لا يراه ميت على الرجحينه ميت لك تيجي هديه لا يراه توقفنا الله بدي بقول لك تيجي مركا صدق هذا الضم بين كان أنت كافي عن إلا وقت النسقاي يتوقف كل ولد وحوي وحرب النسقاي يترجيح ميت لك تيجي متوقف كان لبدي بقى لقيت شوك سنة مركز كان انت لكن لبدي بقى لقيت رقمة لبدي بقى لقيت رقمة مركز يصير وهو عمل كأولى كفع نام بضان وكحق نمات بضان من تركي بقى لبدي بقى لقيته ووحوي اللي رأى لقيته لقيت وقفه او امسي تركي حد من ميت كود لقيته ومركة اللي رأى من نوع على نسقك من نوع منصوب اما اللي رأى ميت كان الرجع كاسة لقيته لبدي اصحى الله لم يتبيده لقيته ومن أمثلة ذلك كم أنت مثال تديو كمد أهاري ومن أمثلة ذلك كم أنت مثال تديو كمد أهاري ألف حديث ابن جاء حديث جابر جابر حديث كيس رضي الله عنه في صفة حج النبي نبي حج كيس صفة دي سحاله هذا صلى الله عليه وسلم أنه ما بيقول صلى الظهر كتو كذي يوم النحر مالن كتبناه بشد الحجة بمكة مكو كتو كذي وحديث صحيح مسلم كا فإنه حديث كان يعارضه وحاكهر إمانا حديث ابن عمر حديث كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلاة ضرويت كذا يوم النحر بمنا منو كنت كذا سيستريحة يسيرون إمانا وانا لبا خاص وانا نبي واحد كذا لبا خاص مكان كمكو كنت كذا إيا مكان كأح منو كنت كذا صلاة نوحال صلاة ويستعارضيا
والجمع جمعين بينهما لبدا حديث لا جمعيو انه نبيغا صلاها واتكدي والجمع جمعين بينهما لبدا حديث لا جمعيا ثابت ومسغان انه بانه نبيغا صلاها ان توكدا لو جمعينا بمكه مكه كو توكدي دورك ولما خرج مكه بحي الى من من مكه وبحي ولافت اعادها دورك ويسو اليي بمن مع من بدل جيركود ليسو اليي فيها مكاكو سوغان من أصحابها أصحابتي سحالة كم ديهين مركو لابطو من التغي أيو اغو التغي وحاو ينطد سح أصحابتي سكم ديهو تشوغ انغوليتو كان مركاسو تشي فيكون نبي وقو النقانا متنفلا مت سنائستي بثانية مت دلباتكو سنائستو سنائي اوتاهي وقد هذا وحاو كتغي ده إلى هذا الجمع أن ووي إمام نووي شرح صحيح المسلم كا أياد كا إيغي كارتا وذكار أن ووحو شاقي أنه كم انتاس لابد منه لغا مارمان إنو يهي ونغا مارمي كارين للتوفيق اللي أجل التوفيق سيلا يسكو وافتشيو بين الحديثين لماذا حديث با حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحييري عن القلام ويلك حقيسة شاطاني لبن نفو أرياكا هذين ويل هدو كودشو لبن نفو أرياكو وخلالي أولا قاربا وعن الكارية قبض حقي دنا شاطن حال نفو أرياكا هذين حال نفو أريا أيالا قاربا وانا حديث أبو داوود إيا النسائي أي ورية شيخ ناصر الصحيح يالي مركا لبن نفو أرياكا قاربا وي waxa weey waxan raba ima hadiska sare waxa wariyay imam ahmed tirmidhi sheekh waxana sahih ila tirmidhi ibn hibban sahih wa yahay hadiska labaad fayna hadiskaas le yuaridu waxa ka hor imaana fayna hadiskaas yuaridu waxa ka hor imaana hadith ibn umar had waxa hadith ibn abbas inde fayna hadiskaas yuaridu waxa ka hor imaana hadith ibn abbas abdullah ibn abbas hadiskiisa رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم عقا وكوق للاوة كجورعي عن الحسن حسن بكبش هلوان وعن الحسين حسين بكبش هلوان وانا حديث صحيح حسنا مركة حديث كهورا عايشة وغطوصة ويلك اللبان نفاريها لقربا قبضنا هالنف حديث كان ضمب عبد الله بن عباس وغطوصة ويلك هالنف من لقا قال كرا تاسو توصة والجمع جمعين بينهما لماذا حديث لا جمعيو أن الحديث حديثك حديثك الأول إيه الرأي يدل وخطوصا على الاستحباب السنين وحلولي هي إن لبان نفك قشا وصن ويتكو ما لبان نفك ديو الكورد شو مركض أوق للا إذا لبان نفك إن قشا وصن وصدا فعنان تبالان أجر كبالان وثاني حديثك اللبان عبد الله بن عباس عضينا يا النبي حسن حلوان كقلي حسين حلوان كقلي يدل وخطوصا على الجواز نفن بنيه ولو غاب سكر هل نفن بنيه ولو غاب سكر توسا اي وحنا وعيريه زاد معك ابن القيم كذلك علامه حافظ من حجرنا في البرق اساس كو عدي واولي هي وحا ويهان ويلك لبا ان لا قلا واسن حدي قفكم مد قلانا وحا وين وا بنانتاي او معنيده ما هن ما اوسن وخلالي وكو وخلالي قوم مد قلو marka saas allo jamina athani halad dalabayd halad dalabad oo waxa weyn laba dalil oo laba khaas ah hada istaaarudan allah yumkina wa in sansur tabin al jam'u jam'in baynahuma laba dalil la jam'iyo wa yu'rafa wa ana in la garto al mutaakhiru ki gadal maray fiir wa istaaarudan ku surta galna ma han la jam'iyo labo تاريق دينا ولا يقان صدح صدح ماها وصدح دي الدرس يقول فيكون وحن قنا هو متأخر كي ناسقا متنسقا للمتقدم كي هور مره مره دي لبدا دليل معنوه دوس كوريمي لبدا دينا أن لكم إكرين لبدا دليل سيدي أكله الرئيان أسو كالدقين اللي قرام أيو دليل كالدنبيان ناسقا دليل كالرئيان ومنسوق سيداس أيال لليه ومن أمثلة نسقك مثال الذي سوكمد هذا قول إله قول كيسا تعالى إلى واصل رياه إلى أوير سبحانه يا أيها النبي النبي قانر إنا أنك أحللنا لك وأنكو حلاليني أزواجك حاسسك اللاتي حاسسك آتيت آسيدي أجورهن مهريالكود وما
كينا وانكو حلالا إني ملكة أي ملكي دي يمينك مدك تادا ومن ما شيء أفا الله إلهي سوء إليي عليك كوركا كو سوء إليي أو قالتا كاكا سوء إليي قبها الضمده وقالتا إلا كاكا كيني أيغانا وانكو حلالا إني وبنات عمك قبها أدير كاكا لوانكو حلالا إني وبنات عماتك إدوينك قبها إلا وانكو حلالا إني إلى آخر الآية فقد احل الى وحو حلالي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج انه غرسدو غير ازواجه حاسسك غيرك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن الى وحو حلالي النبي حاسسك مركز او قبك وانا انه سو غرسك اي الى وحو حلالي فقد أحل إلى وحو حلاليه للنبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج إنه قرسده غير أزواجه حاسسك غير كود الحاسسك الموجودات مركز شوغي وقبي ومن بنات عمه أدير كيس كفده ودليئة وبنات عماته إدوين كيس كفده ودليئة وبنات خاله أبتكيس كفده ودليئة وبنات خالاته هبريريس كفده ودليئة الله تيكب لها هاجرنا سوهي شروده معه النبي لجيركي صلى الله عليه وسلم نبي قول له حلالي آيات داس داس تسي ويعارضه وحاكاري معنا آيات داس قول الله قول كيسا ويعارضه قول كاسوري مذكره أنت وحلو علينا قوله تعالى ده. ويعارضه قول كاسوري إلهي وحاكاري معنا قوله تعالى قول كان قالوا إلهي لا يحل لك حلال كومأهنا إلهي النساء الدمر من بعد هؤلاء التس سقال كاس هوري او اد قبتي كد لا يحل لك حلال كماهن النساء الدمر من بعد هؤلاء التسع سقال كاس اد قبتي كقبال حلال كماهن كو او سقال كاس ميت تبنات كما سو داري كرتيد ولا ان تبدل ان تبدل قادتان حلال كماهن بهن كو اد حد قبتو من اسواج زوجوين كانت كو بدلت كو بعد الحالة قليا ماش شيء قلقا تقايا بهن كوان اقطو انت كتر توفرتو كسو تشوين كلمه سو قادتنا حلالكم معها او تراد ميدان فورا ميد كلاتان راينا غورسوي ايضا حلالكم معها ولو اعجبك هبك عجب لي حسنهن زوجوين كلا قروخدود هبك عجب لي من دوبكتو هذا هشو انت كو هور ميد سي ديدو كما سو بدلي كرت ساسالوي مركز وحي فقط حرم الله إلهي وحو كحرام تنميه على الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم أن يتزوج إنه قرسده غير زوجاته حاسسك سي غير كود حاسسك الموجودات مركز كوبي وذلك تحريم كاسو تكريمة وخبرك تكريمة كرامين وي لهن حاسسك نبيك لكرامين حيث مالا لكرامين تكريمة الليلة وذلك تحريم كاسو تكريمات كرامين وي لهن حاسس كنبي الله كرامين حيث مال الله كرامين اخترنا الله الله اي دورتين والرسول والرسول كيس اي دورتين والدار الاخرة اي دورتين انت واحد يكون تميد وحوي النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشغول سنة وحوي المصالح راس مسلمين يدعو ذلك مرك الهي حوغة اواس ايو الضنبئ وحوين حاسسك مري ويديس وحي رسولك الله هاد بيحدي الهي واسئي ومسلمين تعزو بيه ما بلالك يغا حق اللي صارو مركا ملفي عن وحنو ساد بلالك مركاس الهي آيات سودكي قول لي يهي حتى تربطان ويرسيد دينا ها وين فورا معنا ها تاسل نمان او تاغن اني حاسسك وضبيشان ولي بم ببيحنا وين سينا حتى تربطان ودورتان الله يا رسول كيسة يا دارت آخرانا وحوين أجراد ليدي مركز يرد إلهي يا رسول كيسة يا دارت آخران دورا مرحبا وحكال مركز إلهي كو كرامي أولي رسول كالله قبضه نوع عاصة إيه الله يا رسول يا دارت آخران دورتي مدى ميحك دبكين إلهي كرامي وكرامي ناوي سيد عصوية واي ولا يمكن صورت قلماهم الجمع وجمعين بينهم الله بدأ أيضا الجمعين hayra ayadna waxay leedahay waa ku xalaal gabdhahaas muhaajiraadka iska guurso midna waxay leedahay inta aad hadbahayd wax kuma dari kartid lama jamciko wala ayatu ayadda ayadda athaniyatu labayda mutaqiratu wa midi dambeeyday anuu laa hore mid hore ka dambeeyay lama hayo taariiqad iyo go'aan inay ka dambeeyday ee maxaa hadda loo ihtimaada qowlkan wuxuu ihtimaada qowlkan wuxuu ihtimaada dhahaya waxa weeyeen ee waa dambeeyday xagga tilaawada ka dambeeyday
oo mushaf ka sida ugu qoran tahay laba ayo tana dambeeyda intaas bi saal ihtimaad taasuna ma tusto ayadu in ayda ka dambeeyda xagga nusulka ma tusto taas marka waa un iska malayn ma hane qadci lama hayo wulida saadiradeeda qowl kan waxba lagu miisaalina ma hane dalil qadci ma in la ayda ayda ka dambeeyda saadirteeda khilaaf aya jiraba oo imaam qurtubi qowl kaluba doorag doona oo wulay maya waxa dambeeyday ayadda xagga tilawada horeeyay ayu nabi in xalaan la laga taas ma ka dambeeyay markii hore laga xarimay way dambaa loo siiday hadan saasuulay sababta kaantayna taariikhiyan lahayn ee markii lugu ayadaana dambeeyday uu shugu ku leeyahay xagga tilawada maadaama ay ku dambeeyday sida qaalinka ayadu ayaday ka horeeyay inay ka horeeyaan saasa qaaliba laakin quraanka way ku sugan tahay waxa weeyaan ayadoo labada ayadood midi dambeeyday la soo hormariyay سورة البقرة يقول تا والذين يتوفون منكم لا رعايدو مد هوريدا او حق تلاوده هوريدا ادم بيدي سو دغيد سورة البقرة لا رعايدو والذين يتوفون والذين يتوفون ولا بدا مخروس كخبت اسكو جيره كو جيره مد سو هوريدا حق تلاوده اي سو دغيد كو دمبيدي marka شرطي ما هن ايدو marka تلاوده كو هوريدو اني سو دغيد كو هوريدو معنيدو marka سما marka سما سيترتي علماء قبل هذا يريد واخا وين قران كلا رعايدودا كو جيرته oo wax weeyaan midda marka la akhriyo soo horeeyda ay naasaqadid naasaqadid waana labadaan ay ku miisaaliyeen aayada suuratul baqara taas ku jirta oo waladina yutawfuna minkum yadarun azwaajan yatarabbasna aayada saad dambeeyri oo waladina yutawfuna minkum yadarun azwaajan aayadaas dambe aayada taas soo horeeyda soo degid waxana naasiqaan midda labada aayado kale tanay ku miisaaliyeen suuratul ahzaab oo hadda dul taagan على كل حال وحوين وقول أقواشا كميدا سيدينا مركا وحلا مثالين أيو وحوين وحوين وشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرد والاحتمال سيدينا وحلا المثال وحاكو فينا فردا سيداس إن إهدك صقا إنتا صاكو فينا إلا المثال جيدادي سوامحة توضيح القاعدة ها مثالكو إنتاس إيه ترجيحات مسائل ماهن بضان هذا ولا يمكن سرتك الماهم الجمع إلا جمعي بينهما لبدا آيات والآية آيات آيات الثانية إلا بيضا متأخرة ومد الدنبيد عن الأولى آيات هوري كالدنبيد فتكون آيات وحي نقنا إسا فتكون آيات وحي نقنا إسا ناسقة مد نسق دي لها آيات هوري آيات هوري بنين إيدي أي نسق دي وهذا قول كان الذي قولك ذكره المصنف وشيغي وهذا كان الذي قولك ذكره المصنف وشيغي احد الاقوال واقواش فرها بدن مد كميدا اقواش سو في الايتين لبد ايدود كجيره اقوال بدن اي كجيره حتى لبد قول ما اهان اقوال بدن ايا كجيره marka qawlun kamida way si loo cadeeyo misalad wax loogu misaliyo way marka suu wuxuu yiri waqtara waxa doortay هو قولكاس إن لبدا آيادو أي سوهر دكتايا أيها النبي أين الدنبايداي لا يحلو لك النساء أو أي سيداس أي حدد حق التلاوض أقوه الرئيان سو دكتان أقوك له الرئيان واختار القولكاس وحا دورتي ابن جزي ابن جزي أيها دورتي أو وحا ويان وحو يري التسهيل لعلوم التنزيل شيخ اسكالوي شيخ اسكالوي لأنه قولكاس أو أهل لبدا آيود وحاه الرئيدي سو دقيدة يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك وحانا الدنبايدي لا يحل لك النساء لأنه قولكاس مروي وقولك لغوريي عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كو مدعس ساس والور رجحة مد كلا نوالور رجحة مد ذاك الأولي أنا تسعى سقالك أولي في حق النبي حق صحالة يا هذين صلى الله عليه وسلم كالأربع أفرتين لمدين في حق غير حالة يا هذين ووحي وين قولك سيكوني يهي ما بيقى السقالة أقبضني انتو جمعكم تتكي أنك لتانا محا أقبضان أفر مركا لبداس معنو أيو قولك سيكوني وقال بعض العلماء علماء قبل كدوا إيرا قاعدة وشدد الحديث بقاعدة وصاصية ماشا لبدا قاس لكن قاس وجينا لبدا آيات وحالكي illa lada dalil oo laba khaas ah leeyiri meesha uga jiraan waxay tahay ya ayyuha nabiyyu an nabiyyu waxa weey nabi muhammad ku dhacayda oo khitaab ka saayinaya inna ahlalna laka wa khaas wa damir ma'rifa sawma wa damir kas muqaddabka nabiga kaliye ku dhacayda la yahillu laka nabiga kaliye ku dhacayda sawmaha marka waa laba khaas idda xukunku ku dhacaya meesha labada khaas laga qaadana waa halkaas waxaan saas u leeyahay ugu cadeynaa waxa soo socda doktor qazi oo xogaa ixtiraadaya oo le awl labada khaas labada adilo walaba adilo caame ah soo socod laakin ma aha labada adilo labada adilo caame waa labada adilo khaas
oo nabiga ku qaas ah ay xusuus ku jeedana wa halka wa qala ba'd al ulama ulama qabl kod wax yiraadeen alayatu ayata ayata alula e horayda wehi ayatu ya ayuha nabiyyu nabigaano inna ahlalna laka anaga ku halalayn wa ayataasi mutaaqiratun ayadaba dambeeyday fi nuzul xaga soo degida wa in kaana walaw kaana hada ahato mutaqaddimatan mid horayda fi tilawati xaga akhrinta fatakunu marka ayataasa waxay noqonayda nasiqatan mid nasaqayda lil ayati ukhra ayata kale oo la yahillu laka tahriimki ayba nasaqdi oo markii ugu dambeeyay aakhir xayati nabiga waxa weeyaan waa loo banay inuu guursan karo yuusan ba guursane waa loo banay hawdani la in dambeeyay oo maxaa halka laga qaatay bi daliili qawli ilahi qawlkiisa laga qaatay inna ahlalna laka wa anku halalayna ilahi wuu yiri wa anku halalayna yaa waxa laga fahmaa in awl markas koor laga xarimay ah wa anku halalayna baa sa laga fahmaa والإحلال حلالين يقتضي وحو كينا تقدم حظر من إن حرمريد حلالين تاسوح تصا إن أول أي كهوري دي حرامين ولغا حرمي تحريمين كوري واختاروا قول كان القرطبي الضغطي إمام القرطبي الضغطي الجامع لأحكام القرآن كوكو ضغط وقيل وحل غير ذلك انت صغير كيدنا الليل وقيل وحل غير ذلك انت صغير كيدنا والليل وأخوالك لكو شفت آيات دكتور غازي مرة وقول اعتراضا مثال كعثيمين واعتراضا وحولي اللي بدأ آيضات وعثيمين وكان اللي بد دليل اللي بدأ خاص استعارضي ظاهر معهم وحوين إن اللي بدأ خاصي هنا اللي بدأ عموي ساسولي لكن واسوء قان إن اللي بدأ خاصي هنا ويظهر وحموقنا أن التعارضة إسكاريماتك بين هاتين الآيتين لبداً أيضاً تحيو دحالو هذي من بعد التعارض العمومين لبدأ عموم استعارضي وي. باكل معايا لان قوله اله قول فيس الى اويره وبنات عمك اديرك قبضها ودال وبنات عماتك ايدويك قبضها يدالين وبنات خارك ابتيك قبضه ودال وبنات خالاتك حوريرها قبضها يدالين اضيف وال اضافه فيه قولك لدحديسا الجمع جمع وهو جمع على اضافه بنات وي معرفه على لو اضافه فدل على العموم عموم تص لكن حكمك هو كو تعلق قبضها ما فيري وهو كنت تعلقه ونبيك نبيك حلال موتا ومعهم فيه سلاده يكا ميشان عام هاها تقبضها لكن فقم كب إده وكوة جاين يواني وأموح الله حلالين أمال لغا حرمه ونبيك كلبس فيه مركة تنعثينينا كله وهو يري آيات هوري سيدا سعمومك وجيره وقوله له قول كي يسوير النساء لا يحل لك النساء وي. في الآية الثانية تقول اسم جنسي واسم جمع معنى دلت عليه وحاجة شيء الاستقراطية فدل وقته سيصنع على العموم أيضا نغشي والعلم عند الله إلهي بأكتس علم هذا لكن ساس أنا إيه مغطى لكن سيدا مغطى ما هنه ماشا سيدا أرشي عموم كوي كجيرا لكن لبدا خصوص ماشا كجيرا إسكا تعارض يان وخضاب يدا حقوق روح كوة جانية ونبيك صلى الله عليه وسلم وفي الأمثلة مثال الذي وحكسنا هذا التي مثال الذي ذكرها أوشيغي العلامة المصنف علم بدنها مصنف كعثيمين في مبحث النسق وكوشيغي ما شيء أياكسوغن يصلح أصوبه أن يكون إنه نغض المثال هذا كان حول جدا مثلا مثال كشيق كان عثيمين مدام اعتراضي مثال كالتال غارب أوي إلا كي أهالب الدليل oo laba khaas ah oo istaaruday oo la jamci weeyay oo taariikh la helay oo la isku nasaqay labadii misal u keenay Cismiin waa uu ixtiraam oo laba caam weey haddii saas laga gudbi kare marka adigu keen weey labadii ha labadii khaas oo istaaruday oo la jamci weeyay oo taariikh la helay oo la isku nasaqay Dr. Qaasi oo keenay laga raba Soomaa markaas uu meel inuu saara raba markaas uu wuxuu filan filati misaladi waxa ku sugan allati misalada dhakaraha u soo sheegay al alamatu al musannif hadalkaas waxa ku jira ishaara qatar al alama misalki uu keenay madama uu bushiyay inaan durid loo qaadan u amaana ha firi ishaarada qatar ta ku jirta ilmi badani musannif ka aha fi mabhath al nasq نسكك بحثك يسمى مثال الذي كوكيني ما شيء يكو سوغان يصلح أصوبه أن يكون إنو نغضو مثالا مثال لهذه الحالة حالة دان أو لبا خاص أو استعارض داي أو لكم إيوائي أو تاريخ لأغادي أو لسو نسقي وذلك مثالك كآية المصابرة لبا دا آيادو كآية المصابرة لبا دا آيادو إقال الله صبرتن كوكروي
وهما لبدا ايات من قوله واله قوله تعالى الى واسرياه الى اويري ان يكن منكم حتى ان كمت اهادان 20 لباطن لباطن كاسو صابرون صبريا يقلبوا وكعد كانيا 200 لباطن ايات وايات ايدو خاصوي إيه وقوله إلهي قولك سمدي كالقاس كهرما نيضا الآن حتى خفف الله إلهي كفل دي عنكم حقين وعلم إلهي وأغادي أن فيكم دحلين الضعف تقدر إني كجرتو فإن يكون منكم حتى إن كمد آدم 100 بقل بقل كاسو صابرة صبريدا يقلبوا حكات كادين 200 لبقل قالا فالآية آيات آيات الثانية إلا بيضا ناسقة ومن نسقة للأولى halkaas weyn aan dul istaagne halkaas weyn dul istaagne su'aal ya ka jawaabay ha qof waxa rama maskaxda kaliya ka shaqeysiyo qof aan fahmi karin waa yari ardada meesha fadhida laakin maskaxda xoog looga shaqeysiyo la rabo ma garad haye fiiriya mar laba qas wuxuu u keenay in yakum minkum 20 sabiruna waxaan rabaa 20 maxay tahay sabiruna 20 makhasa masawaa هيا عدوا ها إن يكن حكا لفريق من هذا الكويس كحيرين إن يكن منكم 20 صابرون هيا 20 مخاصة مسوى عام وخاص هيا يا مخالف وقلاصة سليمان هيا وعام هيا ياكل لأسوتي هيا ياكل يا وافق سن قولك أو وخاص إنه سوى وافقسين إنت عاصلنا وافقسين ما هو خاص قولك أهن شيئا إنت وافقسين وإنه وعام وافقسين وإنه أنت وإنه دكية شوشية وعام يا وافقسين وعام هيا شوشية عبدو وهاب شرح سيدا أي خاص كن نغطي إن يكن منكم 20 صابرون سيد كن نغطي لك عربا وخاص وهي أدواته عموم لغو يقينكم أجران جوج هيا سليمان سيكون وطعام 20 هرطوان نكيرو هيا إن شرديان وكار إذا نكيرتم في سياق شرد تأم هيا وكاسا قول كاسي ويقول كعاد سوما جدين أدواته شرد إن سوك ما هر إذا إن يكون منكم 20 ونكيرو نكيرتم في سياق شرد تأم ها ولبا هو عام مخصوص وانا لا خاصس عام كان او واحد صابرون على ضرقه اذا دكتور غازي واول لبدي خاصت كان فلبا عام كان قور ها انت اعتراضي عثيمين لبا خاص كان ولبا عام سو كان ها محايل 20 وعام ونكره في سياق الشرط تعم ولبا واحد هره سو مرنا واحد وين مركا نكره في سياق الشرط حيل عموم كان كمتاي كليه وعام او مخصوص الا عام كعام محفوظه يا عام مخصوصه وانا قيبنا عام كان وعام مخصوص مركا مثال الذي هرشيقة كلها كوان شغبك مالي ما شغب فالآية الثانية آية الله بيضا ناسقة يلولا من دورة نسقة إنه سنسقة يوه صحيح لكن هو اللبا عام سنسقة محايا الآية دانا وحي كان ليضا اللبا تنكستا أو مسلمين تكمدا أو صبرا إذا ويجب وحاكوهد إنه كأت كادان لبا بقول ayada dambaydana waa aan ayaduna 200 kasto oo sabrayda waajib waxa ku ah 200 in iska xiriyaan la sabartama adduunka 200 muslimiin oo sabrayda waxay noqon karaan arab waxay noqon karaan afrikaanta waxay noqon karaan eeshiyeen 200 kasto sabrayda saasi waajib ku tusama ha waan aan kas afarif halada sadexayda idha lam yumkina duusan suurta galin al jam'u jam'in baynuma fannigan xogoo qoro maskaxda aad looga shaqeeyo maskaxda la dhibo uu raba kaliya haduu xogaa bilowdo suuma jeedid athalith idha lam yumkina duusan suurta galin al jam'u jam'in baynuma labada khas la jam'iyo wala ma'rifatul mutaqiri ki gadaal maray garashadiisu uusan suurta galin jam'u yaad ku cadfe إذا لم يمكن أدوسن سورتجلين الجمع جمعين بينهما لبدا الدليل لبدا خاصة للجمعية ولا معرفة المتاقر كي قدال مرأي قرشدي سنة أيسا سورتجلين وعرف لنا قرطو مرجح مترجحية لأحدهما لبدا مدكود على الآخر كان كالكر رجحة
فيعمل والغو دقما بالراجح مثل الراجحة ويترك والغ التقاء المرجوح كالغ ميزان كبدن يهي. ومن أمثلة ذلك ترجيح المثال الذي سيكمد هذا الألف حديث ميمونة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ميمونة وقرسدي والحال هو حلال هو حلال نبي سواء حج عمره مثل أحر مين حلالة ونكاح سدي ميمونة ترس صحيح نصف كسوغي. فإنه حديث كان يعارض وحكار إمانا هو حديثك حديث ابن عباس. فإنه حديث كانوا يعارض وحكار إمانا حديث ابن عباس عبد الله بن عباس حديث كيسة أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ميمونة وقرسدي والحال هو النبي محرم ومحرم يهي البخاري يا مسلم الله بضبط كسوة وعي ما كان الحديث تاسس كنت عارضي هاي الحديث كان ميمونة وحويان وحولي النبي أسوى حلاله وقرسدي وانا خاص النبي ويوحي وقرسدي وحي لقرسدي وميمونة بس لا خاصة وي سو ما جديد حديث كتم بينا وخاص النبي ويوحي قرسدي ميمونة وقرسدي وحولي لي أسوى محيم وقرسدي تاسس كنت عارضي لما أنا كم إكر ما دي إكرت إلا كمحي ما دي إكرت إلا كمحي وي لما ذلك نكوى لك الرجحة وحديث ميمونة تاريخ لما تاريخنا ما بسوق لي فرتو ناسق يسوم ايش قال لما نقكت وقت الناسق يا مسو خبر ما بقالو وغاده خبر اخبار الناسق وما بقالو ساسا دعري ساسا دعي له ديلي لما نسقو ما بقلي كرم حايل وحي ايمان اذا بين ان نقض لما خبر متكو مركا نسق ما بقال اخبار ماشي نسق لي جلال كان ما بقى. وحديث ميمونه حديث كميمونه ارجح وكرجح ما بلا من وجهين لبا دينا labadina labadina akariyama wa labad inta qasimi sheega ee ka badan uga raajacsay oo la keri kara labadina laakin muhiimu keen wahuma labada dhinac oo ku raajacsan yahay awalan ugu horeyn anna maymunata saahibatu alqissa dhacdada tii saahibka ahayd way ayay arintu ku dhacday fa tuqaddamu wala hormarina riwayatu riwayadeeda la hormarina oo ayadu nabigu asagu xalaaluhu guursaday warkaas la hormarina li annaha maymuna atra ayada u ogaal badan bima hadith ka rawad ay wariday ayada u ogaal badan oo abdullah ibn abbas uga ogaal badan abdullah ibn abbas wuxuu ogaa nabigu muhrim ah asagu guursadayna uu arkay maymuna marka ma ahan inuu been sheegay been ma sheegay ee waxay tahay nabigu muhrim uu ogaa waxa loo sheegay inuu maymuna guursaday maymunana wuxuu guursaday markuu u dhamaatay amalka umrada marka u dhamaatay kadib guursaday marka laakin maymun ayadu way ogeyd markii nabigu guursay inuu xalaal aha thaniyan talabada lagu rajaxay anna riwayata riwayadeeda muayyadatu wa mid lagu xojine bi hadith abi rafi hadith abi rafi radiyallahu anhu anna nabiyya nabiga sallallahu alayhi wasallam tazawwajaha maymun way guursaday wal hal huwa xalaalun yahay ala wuxuu yiri ra'am rafi wa kuntu wahanaha ar-rasul ergega baynahum alawad u dhaxay ergega labadooda u dhaxay u kala war qaadayay anaba ahaba war riwayatul mubashiri qofki dhacdada la baashare war riwayatul mubashiri ki la baashare lil qisati qisada bi nafsi nafsadiisa kula baashare riwayadiisa arjahu ka rajaxima badan min riwayati ghayri qofka kale riwayadiisa hadan wasaw kaba shaqeynay arintaba لأنه مباشرك أعرف وصغى أغال بضان بما قبرك رواء ورئي وأثبت وصغى كسو قد بضان تأسونا ومد لبعض الورة الشحاء مد صدحات تناب أهبا فيري كما صدى أن أبا الرافع أكبر أغوين من ابن عباس عبد الله بن عباس ما يمونا يا أبا الرافع اللبادو دو لبقى انجاري أهاين مركة أرنتو دعي دي عبد الله بن عباس نصقير أهام مركة دعي دي وحنا لو سوني هدي أرمو مالك دعوه أو وحوين لبقف ووين كينا يقف صقير oo ay istilaafaan ya qalbigu xoojin inuu arinta soo xifdi qofka weyn ila arinta meel ka dhacdo la wada joogo waxa weyn qofka yar ee saqiirka iyo qofka qaangaarka waxa dabdiiqo sida wax u dhaxeen qofka weyn murajixaad wax lagu rajaynayo kamid marka kama anna aba rafi sida aba rafi akbar uga weyn yahay min ibn abbas fabnu abbas abdullah ibn abbas law abdullah ay usugnaaday inda wafati nabiga dhimashadiis agteeda sallallahu alayhi wasallam nahwu 10 sanina toransan oo kale toban iyo dhow sano jira wa abu rafi in rajul min ayuha baliq qangara wa riwayatu akbar qofka weyn warintiisa ana arjahu mizan badan mahayla li anna kibara sinni sinnihi da'diisa weynankeeda yuqallibu wuxuu ghalib uga dhiga ala dhanni malaha dabdahu inu sahif diye lima sanaa wax u maqlay
waxa kale lagu sii rajaxay xadiiska imaam muslim sahihiisa uu ku wariyay xadiiska imaam muslim uu sahihiisa ku wariyay min xadiis uthman oo aamka oo nabi muhammad uu yiri sallallahu alayhi wasallam la yankihul muhrimu wala yunkihu nabi ga yiri waxa in qof muhrim ah ma guursa karo mana guuri karo hadii sahih muslim ka la yankihul muhrimu wala yunkihu ما قول سكر المحرم ما نقولكم إمام مسلم صحيح سكوري من حديثي غثمان بن عفان لا ينكح فيه ما قول سكر المحرم ولا ينكح قفنا وما قولكم مركا ما بيقول ما دام أقول محرم المحرم وإسم الكجر صمان الاستغراقية وعام ما بيقى يقيف اسمه يسلسه وقرية مركا كاسونا هو دليل كله وصيره جحية وحوين حديث كميمون باء حديث ابن عمر عبد الله بن عمر حديث كيسي رضي الله عنهما قال وقد رأيت رسول الله رسولك الله نركي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة صلاة مركو فرفرنا رفع يديه لماذا يسكع مذكور قادي شري حتى يحادي إلى اللصم من كبيه لماذا قرب نبي صلى الله عليه وسلم صلاة مركو حرنا لماذا يسكع مذكور قادي شري إلى قربها اللصم وإذا أراد مركو نبي قدونه أن يركع إنو ركوعنا كرو قادي شري iyo wayda arada tii hore ku caafanta ilaahay hore ku caafanta iyo wayda arada marka uu doono an yarkaa inuu rukuuco ayadana gacmaha kor u qaadi jiray ilaa uu labada garab la simo wa baada ma yarfau marku kasoo kor noqdo wa baada ma yarfau marku kasoo kor yeelo kadibna kor u qaadi jiray raasow madixiisa min rukuuc rukuucdo marku rukuucdo madaxa kasoo qaado markaas uu ictidaalayna gacmaha kor u qaadi jiray ilaa uu garbaha la simo wala yafcalu dalika sidaas ma yeeli jiray fi sujuud marku sujuud أدعي إيه أصلاً قام هذا قاتل بس كسر جودك حديث كاس مركع عبد الله بن عمر البخاري مسلم أدعي صدق قهنا بيقول قام هذا كرو قال كيرو قرب حصل سو سمي كيري مركو حرامة مركو ركوعة إيه مركو اعتدال البخاري مسلم أولي فإنه حديث كان يعارضه وحكار إمانا حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود حديث كأوريه رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها لا يرفع من كارو قادم يديه الذي سقعمه إلا أول مرة مرك أوهر يحرانا معنا مرك أوهر ما يقعمه كارو قادم الله أكبر مرضى مبغا كلمة مرك ركوع الله أكبر مرك اعتدال صنع الله لمن حميد ما يقرب القادم فاتشوتينه فاتشوتينه سوى كذي مركه وكور ما صريح وكور ما وحروا حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر ارجعوا كراجح احنا ما بضان من عده وجوه دور انا وراجح سن ولي وهي وجوه دي اولا وهرين انه حديث عبد الله بن عمر الصح اصغى صحيح احنا ما بضان اسنادا حق سندك من حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود حديث كيسه وكر كسيح سي سببت حديث كعبد الله بن عمر البخاري ومسلم اسكو وافقين حديث كان عبد الله بن مسعودنا امام احمد يا ابو داود يا الترمذي يا النسائي وريين امام الشافعي انا وابو الضعيف يبا وابو الضعيف يبا سكر مركا العلم قال ابو الضعيف يبا تاس مركا كو ومد كوبات ايضا انا كو فيلم ثانيه طلبات انه حديث كعبد الله بن عمر اكثر اسكا كبدا رواه حق الرواد والعدد عددك عددك الكثير بضان أبعدو ومد كفو جان بضان أبعدو ومد كفو جان بضان عن الخضي حق كفك من العدد عددك عددك القليلية هذه عدد بضان هي عدد يرأي أرين صور ينسكون قلافان عددك بضان أدو إنو أصيبي أو صحيف دي عددك يرأنا أدو إنو قفي تلاسنا والورة جحا ثالثا قاعدة كلية هذا شرطوك وينب أنه حديث كعبد الله بن عمر مثبت ومد حضن صغير حضن صغير وحديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود حديث كيسان ناف الحضن كديدة آفير عبد الله بن عمر صغير حديث كيسو ما بيقول مركو الركوع عيك عمان نكارو قاضي مركو اعتدالا ينكارو إنو قاضي حديث كعبد الله بن مسعود وديدة نكارو قاضي مركا حديثنا هو مثبت حديثنا هو نافي قاعدة كلية روحاء والمثبت حديث كالصغية مقدم الله هرمرية على النفي متك الديدية محايا لله هرمرينا ومركز تسكوري ماذا ساسا لهذا لأن فيه مثبت كوحاء كالصغان زيادة علم علم دارات هذه قفي رادو أرين تاسا تعدو هبل سداسو السمييي قفنا ويراد ما أوصان سمعين واسمييي كان لها الهرمرينا سببتو ما السمعين كان له وحاكم فينا أصدقون السمعين بسوء مركو مركو سمعين يوسف أركي انت أسخي تليه توسع وحكا لا توسع مين متك أنفيني
marku sameeynaayo san arag intaas ay tusabis laakin mid ka dhaha waa uu sameeyay asagu marku sameeynaayo soo arkay ilmi dheeraad uu haya ha ilmi dheeraad uu haya arabi xaaladda afrayda hadii laba dalil istaaruudaan ila lam yumkin hadduusan suurta gelin al jam'u jam'in baynahuma laba dalil jam'iyo walam yu'raf anna la garan al mutaqiru midki gadaal maray aw ama se ma shay an la garan yurajihu rajahiya ahadahuma laba dalil midkood ala al akhari midka kale ka rajaha wajaba waxa waajib ku noqona ala naadir qofka fiirinaya mujtahidka atawatufu inu ka joogsado fiima laba dalil مرضى استعارضين لكن إيوه تاريخ آن لهين ترجيح آن لهين ويأتي وحاء إن رأي الله قادم أقول لك تكسده حتى يفتح الله انت إلهي فريو أو مسألة أفريو وهو الله خير الفاتحين انت وحفرت وكانوا قير بضان قال المصنف غيري ولا يوجد الله لما له توقف كاس مثال صحيح مثال صحيح الله لما قال المصنف مصنف كوحيري القسم قسمي قسمي أثاريث أسدحي أن يكون التعارض تعارض كوائن النقضة بين عام من عام يهو خاسر قسمي صدح هذا التعارض كوحي استعارض وين النقضة دليل عام يدليل خاصة دليل عام يدليل خاصة فيخصص مركز وإسكفروا دهورات مصوى مرتباف كاس فميودي باف حصوب بابكاس واتصامرت فيخصص ولا خصيص العام متك عامك بالخاص خاصك لو خصيص مثاله مثال تعارض العام والخاص ايغو استعارض قوله النبي قول كيسه صلى الله عليه وسلم او النبي يري في ملديك بحدي سوا كسغناداي سقط السماء سمد اي ورابدي العشر طبعا ميلات ميل في مرك في ما ما هو موصول انو بفايدني wax alla wixii raashin ah wax alla wixii badar ah ee dhulka ka soo baxa ee roob lagu waraabiyo roob waraabiyay ee aan si kale loo waraabin marka sekada laga bixina toban loo qaybina meela la bixina saas u tusa kala qaadina hadithku waa aamo wixii iyo wax badan baa ku dhaca fi maaki dhamaanti saqati sanaw samada ay waraabiday al usbu toban meelad meel ahaday iyo qowlu nabiga qowlkiisa wiiri laysa ma ahanin fi maladiki دون خمسة أو سوق شان وسقي وحكاية شان وسقي هل كي وسقي والإحدان ساع شان وسقي وصدح بقالة ساع صدح بقالة ساع وكون يلابا بقالة ميت وحي انتاس كاية صدقت وسيكا ما أهاني وحيش كاية وحويان شان وسقي سيكا ما أهاني لسيكا لغمالي كونا محو عدينا وحي كاية شان وسقي إنا سيكا لغمالي انتاسو عدينا مركا كان واخاف ام هو كادلا وخي شان وستي كيا كليو كادلا كربرانا وا عامو شان وستي وخي كيري وخي كبدن بو كادلا ماركا عام يا خاص ما هان خاصك الله هرمانينا وخا ليهي وخي شان وستي كير حديث كان عديسه كلو مال ما سو هرا وخي شان وستي كبدن حديث كور لو دلي شان طبن ميرد ميلا لا بخينا والله اسكو خاصيسا وخا ليهي حديث كور سو ما دحين وخ الله وخي روب ورابيه طبن ميرد ميل هلا بخييو امون كاس وخا سو هيرادن هبط نادين اي اهد wixii shan wasti ka yar waxa reebo ka qasisay xadiidkan khalas waxa soo har inta kala lagu dhaqmo wax alla wixii ka balan shan wasti toban meelad meel laga bixina saasa la leey walaa wixii fa yukhassas wal qasisa ala walu xadiidka hore bi tani kalabada lagu qasisa walaa tajibu zakatu zakatu ku waajibi me illa fi ma badar ma hanay balaqa gaaray khamsata aw suq shan wasti wixii gaaray الشرح إذا تعارض هذا يذكر يمادان عام دليل عام إيهو خاص دليل خاص قدم وحالله مرنا الخاص خاصك فعمل والغدق ما به خاصك محايالي لأن الدلالة دلالة الخاص خاصك الدلالة ديسة أقوى حقبا وعمل والغدق ما بالعام عامك في ملديك عداك صهر ذلك خاص خاص انتو ديدي انت كصهر تعامك الغدق ما هذا الحديث كم حدود دي او خاص كا وحي شان وصدي كيريسي كالغا بحيو خلاص انت كالاتو اللو قبق ما هلولي طبان طبان ميلاد ميلا الله بحينا وقد تقدم وحا صهر مرتي امثلة مثال امثلة كثيرة فربضا للتقديم الخاص الدلال اسو للتقديم الخاص خاص كاللهو مرنتي سوصوناتي على العام اللغا هور مريو في مبحث الخاص